السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنتشارك معكم هذا الدريس هذا اللي خدمت في هاد الجلابة هذه اللي كنت خدمتها بالراندا ديال الألوان اللي عبارة على أشكال هندسية. أنا سبق لي وتشاركت معكم هاد الراندا في القناة، غير هي درتها ناقصة في العرض، هنا زدت فيها شوية ديال العرض تجي هاد الراندا على هاد الشكل، ودرت معاه هاد الدريس هذا. راه ساهل اخواتي هذا الدرس في الخدمه، وكيجيو فيه الالوان كاملين اللي حنا خادمين بهم. نتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم. انا غنبدا معكم اخواتي هاد الدرس من الاول، راه خدمته انا هنا من قبل، غير هي ما نخدموش معكم هنايا في الكحل، لان الكحل ما يقدر ما يبانش ليكم. غنخدموا معكم هنا في هاد اللون مفتوح، ولكن حتى غنخدم معكم وغنرجع نوري لكم في الاخر غير كيفاش كنديروا لهاد الزديه هذه. هنايا غنوريها لكم هنا بالنسبه لهذا الدرس ملي كنبداوه من هنا وكندوروا الدوره، فغنوري لكم كيفاش غنلاقيو هاد الجهه مع هاد الجهه. دابا غنبدا معكم اخواتي هذا الدرس من الاول هنا فهاد اللون اللي مفتوح، وملي نوصل للزديه ديال الدرس مع بعضياته غنوريه لكم هنايا في الكم. المهم نبداو بسم الله. نثبت اخواتي هنايا الثوب، انا نخدم معكم هنايا حتى من بعد وغنحلو. انا غير بغيت نخدم معكم هنا في اللون مفتوح باش يبان لكم. وهاد الخدمه اللي غندير معكم هنا راه هي هادي، راه نفسها غندير معكم بالعدد ديال هاد السطوره، غندير معكم بالالوان وكل شيء. بالنسبه اخواتي الحرير راه مبروم على ثلاثه الشعرات، غنخدم بالبره النمره 5. في البدايه ملي كنبغيو نبداو غنجيو لهنا الملاقيه ديالكم ونبداو نهز هاد العوينه ديال الحرير، نعود نشد هنا في الثوب، باش تكون لينا هاد العوينه هادي. غنرجع لهنا في هاد العوينه غنلوج جلويات على البره، ونرجع لهنا نفس العوينه. دابا انا نازله غنخلي الخيط الفوق، غنديروا هاد الدائره نخرج منها البره وكنحبكو على هاد الشكل. نعود نشد هنا في الثوب، نرجع لهاد الخيط هذا، غنقرب لكم اخواتي. واخا تبان لكم الخدمه غليظه، المهم غادي يبانوا لكم هاد العوينات واضحين. نرجع لهنا لهاد الخيط، نلوج لويات على البره، ونجي لهنا لهاد العوينه نلوي عاوتاني جلويات على البره. الخيط راه نازل لتحت، حنا ملي كنكونوا طالعين كنخليو الخيط لتحت. المهم ملي كتلويو هاد الجلويات كتجروا الخيط لفوق. دابا نخليو الخيط لفوق وننزلو مع هاد العوينات. دابا غير لويه وحده كندخلو البره من هذيك الدائره، هانتوما كنحبكو بعدا هنا. نعاود نجي لهاد العوينه الخيط راه لفوق، نعاود نجي لهنا للثوب، نرجع لهذا الخيط. دائما كنبقاو نزيدو من هنا من هاد العوينه، نلويج لويات على البره، تنطلعوا البره لفوق. انا اخواتي غير مع التليفون قريب، نتوما ملي تلويج لويات جروا الخيط بحال هكا لفوق. نعاود نجي لهاد العوينه نلويج لويات ونجروا الخيط بحال هكا، نعاود نجي لهنا لهاد العوينه نلويج لويات ونجر الخيط هنا لفوق. ملي نكون نازله نخلي الخيط الفوق، ندخل البره في هاد العوينه، ها وحده، نجي لهاد العوينه الثانيه، ها العوينه الثالثه، نعاود نشد هنا في الثوب، ندير الزياده عاوتاني من هاد الخويط هذا. دائما نبقاو نزيدو من هنا، غنلوج لويات على البره وتنجروا الخيط الفوق. نعود نجي لهاد العوينه الثانيه، العوينه الثالثه، هانتوما اخواتي هنا راه نتوما جروا الخيط الفوق. نعود نشد هنا في هاد العوينه نلوج لويات ونجر الخيط هنا الفوق. صافي اخواتي، انا هذا هو القياس اللي درت هنايا في هاد الخدمه هذه، هذا هو القياس اللي درت. خدمت هنايا الدرسه ديال 4،
وكنلوي جلويات على البرا. غنرجع بغي ننزل دابا مع هاد العوينات هادو. هانتوما عندنا ربعة، ها وحدة، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، يعني هادي تنسميوها الدرسة ديال ربعة. ملي غنبغي ننزل أخواتي غنزل الخيط لتحت غير هنا، غير في هاد الضربة اللي الفوق، وغنرجع لهنا لهاد العوينة هادي، ماشي هادي اللي في هاد السطر هذا. غنرجع لهنا وغنغلف هنايا ثلاثة المرات. اصلا ملي تنكونو نازل كنخليو الخيط الفوق، ولكن انا بغي نغلف، يعني نزلت الخيط لتحت. انتما غنغلف هاد العوينة الاولى، غنغلفها من هاد العوينة هادي، غنشد هنا ونغلف هاد العوينة. درت مرة، ها جوج، ها ثلاثة، صافي. غنرجع الخيط عاوتاني دابا الفوق ونكمل هاد العوينات هادو. العوينة الاولى راني غلفتها، دابا غنزل في هاد ثلاثة اللي بقاو. ها وحدة، جوج، ها ثلاثة، صافي. نشد عاوتاني هنا في التوب، دائما الزيادة من هنا الوجلويات على البرا، نخدم في هاد العوينة. كل سطر كنبقاو نخدمو فيه ربعة، انا هنا درت ربعة، نتوما راه بغيتو ديرو كتر، يعني بغيتو هاد الخدمة تجي عراض من هاكا، زيدو زيدو، يعني كبروا هاد الدرسة، بغيتو تنقصو نقصو. المهم انا هاد الشكل اللي درت هو هذا اللي غنطبقو معاكم هنايا في هاد اللون مفتوح. خدمت هاد العوينة الثانية، غنخدم العوينة الثالثة. دائما الوجلويات على البرا ونجروا الخيط الفوق. ها العوينة الرابعة هي هذه اللي في الحبكة ديال الدرسة، هي هذه، غنوجلويات على البرا ونجر الخيط الفوق. صافي دابا خدمت ربعة العوينات، غنزل الخيط لتحت ونحبك على هاد الضربة الاولى من هاد العوينة هذه. حنا كنهبطوا مع هاد العوينات، ها هما باينين، ها نتوما، ها وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، ولكن الاولى هاد العوينة الاولى غنغلفها من هنا، من هاد العوينة غندخل البر هنا ونغلف هاد العوينة الاولى بثلاثة المرات كيف ما درت هنا. واحد، جوج، ها ثلاثة، صافي. دابا بقاو ليا ثلاثة العوينات، غنقلب الخيط للفوق وننزل مع هاد العوينات. ها وحدة، جوج، ها ثلاثة، صافي. نشد هنا في التوب، ندير الزيادة من هنا، ما نساوش هاد الزيادة، الوجلويات على البرا. ها العوينة الاولى، ها الثانية، ها الثالثة، ملي كنكونو طالعين كنوجلويات على البرا. ها الرابعة هي هادي، هانتوما نشدو هنا الوجلويات. صافي دابا ملي بغينا ننزلو غنغلف هاد العوينة الاولى من هنا، من نفس هاد العوينة اللي شدينا فيها الرابعة، منها نرجعو نغلفو هاد العوينة الاولى. هانتوما هاد السطر هذا فيه ربعة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. هاد العوينة الاولى غنغلفها من هادي، نفس العوينة اللي حبكت فيها هنا قبل، غندخل البرا هنا، راني نزلت الخيط لتحت، غادي نغلف بثلاثة المرات. واحد، جوج، ها ثلاثة، صافي. نقلب الخيط الفوق وننزل معاها ثلاثة العوينات اللي بقاو. واحد، جوج، ها ثلاثة، صافي. اخواتي راه هذه هي الطريقة، راه سهلة. دابا غنوري لكم غير كيفاش نسديوهم. غنكمل هاد اللون دائما الزيادة من هنا، نخدمو هاد العوينات هادو. واحد، جوج، ها ثلاثة، أربعة. أنا كنت طالعة مخلية الخيط لتحت، نخليه لتحت، نرجع لنفس العوينة ونغلف ثلاثة المرات. واحد، جوج، ها ثلاثة، نقلب الخيط الفوق وننزل مع هاد ثلاثة العوينات اللي بقاو. واحد، جوج، ثلاثة، نشد هنا في التوب، كنخلي الخيط لتحت ونطلع مع هاد السطر. نديرو الزيادة ضروري، الوجلويات على البرا، نجي للعوينة الثانية الوجلويات على البرا، العوينة الثالثة حتى هي الوجلويات على البرا، العوينة الرابعة هي هذه، ضروري نهزو هاد العوينة عندك وتنساوها اولا تغلط لكم مع هاد التغليفة. ها نتوما الحبكة الاولى، دخلوا البرا الوجلويات، نخلي الخيط لتحت في نفس الاتجاه، غنعاود نفس العوينة نغلف ثلاثة المرات. واحد، جوج، ها
هاد ثلاثه صافي. نقلب الخيط الفوق وننزل مع هاد ثلاثه العوينات، واحد جوج هاد ثلاثه صافي. نشد هنا في التوب، هنا غنهز غير واحد شويه حقاش هنا غنجيب اللون الاخر، وغتولي ليا هاد الضربه مطوبله باش ما تجيش غليظه. ما نهزش بزاف، نهزو غير شويه في التوب صافي، ونخليو هاد الخيط هنا. بالنسبه لهنا للخدمه اللي خدمت، ها نتوما راه بحالها هاكا البديه كنبداو في الاول، تجينا البديه على هاد الشكل. خدمت هنايا خمسه سنينات، هنايا مغلفين جوج ربعة خمسه، حتى هنا راه درت معكم خمسه. ها نتوما هنا بالنسبه لهاد الكم اللي خدمت، بالنسبه للون اللي كيبقى يتعاود يعني الكحل كنبقى نعاودو، كنبرم خيوطي يكونوا طوال شويه باش كنبقى نخدم بهم. اما بالنسبه لهاد الالوان، انا هنا مع خدمت بثلاثه الالوان من غير اللون ديال الجلابه. بالنسبه لهاد الخيط ما يمكنش غنخدم به هنا ويبقى حتى نوصل عاوتاني اللون ونخدم به. انا درت غير خويطات صغار على قياس هاد الخدمه، كنخدمو بهداك الخيط وكندخلو في التوب حتى كنخدمو فوقه، ومن بعد كنقطعوه. المهم هانتوما انا غنوري لكم هنا كيفاش غادي ندخلو اللون الاخر. بالنسبه لهنا غندير هاد اللون، كنخلي هاد الخيط هنايا، انا ما عرفتش فين غنوصل بالخدمه، المهم ما دخلتوش في التوب، غنخليه هنا. غنجي لهنا ونثبت الخيط الاخر حتى هو راه مبروم على ثلاثه الشعرات. الابره النمره خمسة بحال بحال، كاين النمره خمسة كاين النمره ستة، انا غير اللي لقيته موجود كنخدم به صافي. نهز هاد العوينه ديال الحرير، تنثبت غير حدا هاد العوينه، ما ركبتهاش فوقها. علاش؟ حقاش هاد الخيط غندخلو في التوب وغادي نعاود نخدم به، يعني ما نخافوش تحل. غنخلي هاد الخيط هنايا لتحت، تنشدو بحال هكا ونجي لهاد العوينه، كنزيرو هاد الضربه، ضروري نزيرو هاد الضربه صافي. نشد الخيط لتحت ونجي لهاد العوينه ونكمل الخدمه ديالي عادي. الوجلويات على الابره الزياده تنديرها من هاد اللون، دائما كنديرها من اللون اللي قبل صافي. نجي للعوينه الثانيه، العوينه الثالثه، ها الرابعه، نخلي الخيط لتحت في نفس الاتجاه، نجي لنفس العوينه ونغلف ثلاثه المرات، واحد جوج ها ثلاثه صافي. نقلب الخيط الفوق وننزل مع هاد ثلاثه العوينات اللي بقاو. صافي نجي لهنا، نشد عاوتاني في التوب، ملي نشدو في التوب نجيو لهنا لهاد العوينه هادي، نديرو الزياده، ضروري كنزيدو الوجلويات على البره ونطلع الخيط الفوق. هانتوما بالنسبه لكم نتوما غتجروه لهنا الفوق، انا غير مع التليفون ما صنع نعاود نخدم هاد العوينه. الوجلويات على البره ونجرو الخيط هاكا، نجرو الخيط هاكا الفوق، نجي للعوينه الرابعه الوجلويات ونجر الخيط الفوق، نخلي الخيط لتحت وندخل في نفس العوينه ونغلف ثلاثه المرات، واحد جوج ها ثلاثه صافي. وننزل مع هاد ثلاثه العوينات غنبقى غاديه بهاد الطريقه حتى نكمل هاد اللون. صافي اخواتي، انا كملت هذا القياس هذا حتى هنا، ولو عندي خمسة سنينات نفس القياس، انا درت نفس القياس كيف اللون ديال التوب كيف الالوان الاخرين. ها نتوما
5 سنينات راه نفس الخدمة. بالنسبة للألوان كنبقى نعاود اللون ديال التوب بحال هنا غنعاود الأصفر. دابا هنا ملي ساليت بهذا اللون هذا مع ما غنبقاش نخدم به، صافي درتو قصير غير نخدم به غير هذا القياس ونحيدو. نشد هنا في التوب وندخل الإبرة هنا في التوب، صافي نزيد به واحد شوية ونخليه، صافي غادي غير نخدم فوقه ومن بعد غادي نقطعو. هاد الخيط ما غنعاودش نخدم به مره اخرى، ديروا الخيوط قصار غير اللي تخدموا به هاد القياس صافي وتحيدوه. دابا غنجي نهز هاد اللون هذا، بغيت غير نوريكم كيفاش كندوزوه، انا ما كندخلوش في الثوب من الاول، كنخليه حتى كنخدم القياس، عاد من بعد كنعرف دابا فين غنخرج الابره. هانتوما كنقلبوا الثوب بحال هكا، ندخلوا الابره هنا ونخرجوها في البلاصه اللي غنخدموا من الداخل. هانتوما ما كنجيش لهنايا الفوق وكنخرجو وعاد كنعقد، لا كنجي غير لهنا للداخل كنخرج الابره من هنا صافي، وتنجي لهنا حدا هاد الضربه هادي غنشد بلا ما نديروها فوقها باش ما تبانش لينا الضربه غليظه، غير نجيبوها لحداها صافي ونرجع لهنا. ها من غندير الزياده، بغيت غير نوري لكم اخواتي ملي كنزيدو اللون الاخر من غنديروا الزياده، كنرجعوا لهاد الخيط هذا ديال هاد الضربه، اللون اللي قبل من هاد اللون هذا عندنا هاد الضربه هادي هي ملي كنديروا الزياده، غنلوج لويات على البره ونكمل سطر عادي. المهم الزياده ملي تنبغيو نزيدوها ملي كنركبوا لون اخر كنهزوها من هنا من اللون اللي قبل منه. نتمنى اخواتي تكونوا فهمتوني. صافي نطلع مع هاد ربعة العوينات ونرجع من نفس العوينه ونغلف هاد السنينه الاولى بثلاثه المرات صافي، ونرجع مع هاد العوينات هادو. ملي كنوصل لهنا كنقلب الخيط الفوق صافي اخواتي، راه هادي هي الطريقه. هاد الدرس راه تيجي زوين، راه يمكن لكم تخدموه غير بلون واحد ويمكن لكم تخدموه بجوج الوان ويمكن لكم تخدموه بكثر. بحال هنا انا عندي هنا ربعة الالوان، يعني حرت اش من درس غندير فيه ربعة الالوان، واخا راني في تحطه معكم اخواتي واحد الدرس دايره بالالوان وتوجه زوين درتو مع نفس هاد الخدمه هادي، ولكن دابا بغيت نبدل بالنسبه للدرس ودرت هاد الدرس راه جا زوين شاركته معكم اخواتي، نتمنى يعجبكم. صافي اخواتي بالنسبه لهنا راه هادي هي الطريقه ديال الخدمه، راه نفس الطريقه انا درت معكم في هاد اللون مفتوح غير باش يبان لكم في الخدمه ويبانوا لكم العوينات. وبالنسبه لهنا اخواتي هانتوما بنفس الطريقه هنايا بديت هنايا، ما عرفتش الكحل واش غيبان لكم، بنفس الطريقه بديت هنا وبقيت دايره معكم بالالوان، بقيت دايره كنبقى نعاود اللون ديال الجلابه صافي حتى وصلت لهنا. ملي كنوصلوا لهنا هانتوما شوفوا في البدايه كنبداو بحال هكا على شكل مثلث، وفي الكماله كنساليو بحال هكا. يعني هاد الزديه هادي غنوري لكم كيفاش غنزديوها. بالنسبه لهنا راه جاتني هاد الزديه في اللون هاد الشيبي هذا، يعني درت الصفر وهذا اللون الكاشيري دابا جاتني في هذا الشيبي، غادي نركب واحد الخويط ونوري لكم كيفاش غنكمل هذه الكماله وتجينا الخدمه غاديه متناسقه، يعني تبقى غاديه نفس الشكل. نتمنى اخواتي هذا اللون يبان لكم. المهم انا خدمت وملي بقات هذه الزديه هذه قلت غنتشاركها معكم عاد نكملها. ها انتم اخواتي هنا غادي نكمل في هذا اللون هذا، غنجي لهنا عرفت واش باين لكم، غنجي لهنا نركب الخيط هنايا كيف ما كنت غادي كنخدم بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم في هذا اللون هذا، غنكمل غنركب هذا الخيط، نجي لهاد الضربه هادي ديال هذا اللون الكحل. منين غندير الزياده غنديرها من هذا اللون اللي من قبل، غنلوج لويات على البره، نجي لهاد العوينه الثانيه غنلوج لويات، العوينه الثالثه، العوينه الرابعه، نخلي الخيط في نفس الاتجاه ونغلف هاد العوينه هادي، كنغلفوها من نفس العوينه. ها انتم هاد ربعة العوينات اللي نازلين، هاد العوينه الاولى غنغلفها بثلاثه المرات، واحد هاد الثانيه هاد الثالثه، ونقلب الخيط الفوق وننزل مع هاد العوينات بثلاثه، ها وحده ها جوج ها ثلاثه. ها انتم انا خاصني نجيب هاد الزديه لهنا، ولكن تجيني حتى هاد الخدمه ديال هاد الشيبي مايله بحال هادي، غنجي لهنا انا باقا كنخدم هنايا، غنجي لهاد الملاقيه
نهز هاد العوينه وندير الزياده لوج لويات، نجي لهاد العوينه الثانيه جوج لويات على الابره، العوينه الثالثه وهاد العوينه الرابعه، نخلي الخيط في نفس الاتجاه، ندخل الابره في نفس العوينه. انتما اخواتي نتمنى يكون واضح لكم، عرفت انا الكحل ما غيبانش لكم، ولكن غير بغي نوري لكم هاد الملاقيه كيفاش كنلاقيو هاد الجهه مع هاد الجهه. البدي راني وريتها لكم اخواتي في هاد اللون راه مفتوح، ولكن في الاخر بغي نوري لكم كيفاش غنجمعوا لكم. نغلف هنا ثلاثه المرات، جوج ثلاثه، ننزل مع هاد العوينات، تنقلبوا الخيط الفوق ونزلوا مع هاد العوينات، هنا الخدمه غتزاد لينا، ولكن هنا الخدمه مازال ما تزدات، يعني غنزيدو نخدمو. غنجي لهنا اخواتي لهاد العوينات هادو اللي ما بين هاد الضربه وهاد الضربه، وغنشد هنا في التوب. انتو شديت في هاد الضربه هادي، شديت في التوب اللي ما بين الضربه والضربه، نرجع لهنا نكمل ندير الزياده ونرجع في هاد العوينات. هنا تنحسبوها وحده جوج ثلاثه اربعه، نخلي الخيط في نفس الاتجاه ونغلف الضربه الاولى، نغلفها من نفس العوينه، نقلب الخيط الفوق ونزل معها ثلاثه العوينات، واحد ها جوج ها ثلاثه. حنا مازال ما تزداش لينا هاد الخدمه، غنجي لهنا عاوتاني. ها نتوما ما عرفتش هاد الكحل واش بين، ها نتوما ما بين هاد الضربه وهاد الضربه، غنضرب واحد الضربه هنا في هاد التوب هذا، اولا تنيو تنيو هاد الخدمه وهزوا شويه في هاد التوب هذا اللي ما بين هاد الضربه وهاد الضربه. صافي ندير الزياده ونرجع مع هاد السطر عادي. هانتوما باقي لينا سطر باش تقاد لينا هاد الخدمه هادي، باقي لنا هنايا غنزيد واحد الوحيده هنايا، وباش تبقى لينا الخدمه هنا مايله، وهنا ندرقوا هاد الطريف هذا اللي زايد من هنايا، غندرقوه بهاد اللون هذا. نعاود نجي لهاد الضربه الاخرى، نرجع لهنا ندير الزياده لوج لويات ونخدم في هاد العوينات. العوينه الرابعه الوج لويات، نغلف هاد الضربه، واحد جوج ها ثلاثه. ها نتوما اخواتي شفتوا الخدمه كيفاش غتجي. صافي ننزل هنايا، غنزل هنا في هاد الضربه هادي، شفتوها اللون اللي قبل منها، نخرج الخيط من التحت باش نزديهم ونرجع الابره من هنا. دابا زديت انا ما بين هاد اللون وهاد اللون، نهز هاد العوينه هادي بحال السطر اللي غنزل منه، نزل ولكن غنلاقي هاد اللون مع اللون الاخر. نجي لهنا، باش تبان الخدمه مزيانه نعاود نرجع هنا في هاد العوينه اللي بقات، هانتوما اخواتي نثبت الخيط هنايا لتحت، نعقد الخيط ونجيبو لهنا في التوب لهنا للحاشيه لتحت، المهم ثبتو الخيط مزيان وصافي. هانتوما اخواتي شوفوا هذه الطريقه اللي وريت لكم، راكبنا هذا اللون فوق هذا وزدنا خدمنا كيف ما هذه الطريقه اللي وريت لكم هنايا، وراه جاو خمسة سنينات نفس العدد، يقدر يجيكم قل من هذا العدد، المهم انا بقيت كنخدم باش تزد هذا اللون مع هذا اللون، راه جاوني خمسة سنينات. هانتوما اخواتي تجينا الزديه غاديه مايله،
يعني ما تيجيش الديفوم اللي كنكمل لكم. المهم اخواتي راه هذا هو الدرس ديال اليوم، درس سهل وتيجي زوين وممكن لينا نخدموه بالالوان اللي بغينا، خصوصا ان هاد الايام كتطلب هاد الرانده ديال الالوان. هاد الدرايس راه غيجي معها زوين وراه ما صعيبش في الخدمه. المهم هادشي اللي كاين اخواتي، نتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح لنا الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش اخواتي اللي عجبكم الفيديو الضغط على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وشكرا لكم وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.